السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديدة. اليوم ان شاء الله بغيت نتقسم معكم واحد الكيك اللي كيعجبني بزاف، اللي هو الكيك البرازيلي او لا ديسباسيتو كيك. قبل ما نبدا، الى مازال ما اشتركتوا في القناة وعجبكم المحتوى ديالها، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنسونيش من لي لايك. ويلا بغيتو تعرفوا عليا اكثر، هذا هو الحساب ديالي على الانستغرام اللي كنكون فيه ديما. نتمنى ان شاء الله تتابعوني فيه. ونبداو على بركه الله. هنا غادي تخصني لا جينواز. لا جينواز صوبتها خليتها بردات، عاد غادي نكمل عليها الزين ديال الكاطو. بالنسبه للوصفه ديال الجينواز راه غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، فايت لي صوبتها معكم. وغادي تبان لكم هنايا الفوق، الا بغيتو تشوفوها ضغطوا على داك الاي باش تبان لكم. هنايا استعملت المول اللي هو على شكل اطار، تقدروا تستعملوا المول العادي او لا تستعملوا المول ديال الزاج اللي كيدخل الفران. تقدروا كذلك تصوبوهم في دي مول ديال الكاب كيك وتقدموهم كتحليه فرديه. باش نسقيها غادي نحتاج كاس ديال الحليب دافي، عندي ملعقه كبيره ديال الكاكاو. انا عندي هنا الكاكاو المر، ماما خصي تستعمل الكاكاو الحلو، غير انا ما عنديش. وغادي نزيدها شويه ديال السكر، معلقه ما عمراش، معلقه كبيره ديال السكر ما عمراش. وعندي بغيت نزيد لوكو ديال القهوه، غادي ندير معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. هنا خلطتهم، دونك هنا غادي ندير ثقوب في الكيك بلوتو في لا جينواز، نثقبها مزيان باش هاد لو سيغو هذا يدخل ليها مزيان، يعني تكون تجي مسقيه، خاصها تجي مسقيه مزيان. لا جينواز ملي كطيب ما كتبقاش في داك الحجم الاول ديالها، فداكشي اش اختاريت نديرها في هاد الاطار باش نقدر نجمعها ونزير عليها، وملي باش يبان ليا ديك الطبقه ديال الموس تبان والطبقه ديال الكاطو يبان ويجي المنظر ديالها زوين. صافي وغادي نبدا نسقي. دونك انا سقيتها بداك السيرو كامل، حيت لا جينوس كتبغي تسقى باش ما كتكون مسقيه، باش ما كتكون زوينه، المهم ما خصهاش تكون ناشفه. فوالا دونك غنخليها دو كوتي. غادي نصوب دابا لا كريم اللي غادي نغطيها بها. هنا غادي نصوب لا موسو شوكولا ديالي. دونك غنحتاج 100 غرام ديال لا كريم شانتي، هاد الباكي هذا. عندي 150 غرام ديال الشوكولا السوداء اللي غادي نذوبها، وعندي هنايا نص لترو ديال الحليب بارد مزيان. المهم هادو حطيتهم في المجمد بلوتو، هاد لا كريم شانتي حطيتها في المجمد تبردات واحد 10 دقائق، والحليب حتى هو بارد جبته من الثلاجه. صافي دونك غادي نبدا على بركه الله. وحتى هادو ديال الباتور حتى هما راه حطيتهم في المجمد واحد 5 مينوت. تو على بركه الله، بسم الله. الكريم ديالي طلعت، هنايا ذوبت الشوكولات. غادي ندير نزيد واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وواحد جوج ياغورت ديال الشوكولا، نسيت ما قلتها لكم في الاول. وغادي نزيد واحد شويه ديال الكاكاو. هنايا لا موس وجدات، صافي غادي نحطها فوق الكاطو ونكمل باقي المراحل معكم.
صافي كنبقى نتقدى بلا سباتول حتى تجيني كلها نيفو واحد. هنا خديت شويه ديال الشوكولاته السوداء ذوبتها ودرتها في جيب حلواني او في ورق المطبخ، المهم على شكل باش ندوز بها هكا نزوق بها الكاطو. تقدروا عوض الشوكولاته الدايبه ديروا ديك الشوكولاته ديال الدهن او لا الياغورت ديال الشوكولاته. الموس ولا بكور دون غادي ندير دوك الخطوط هكا ديال بحال الشكل ديال ميلفاي. دونك غادي نحط لو كاطو ديالي في الثلاجة نخليه يبرد ما بين 4 سوايع حتى الا كان ليله كامله غيكون افضل، ولا تصاوبوه في الصباح باش تتناولوه في العشيه. دونك انايا غادي نخليه تقريبا واحد 4 سوايع 5 سوايع فوالا دونك وغادي نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. هنا باش نحيد لو مول خصني شويه الحراره باش يبقى ليا الكاطو مقاد. غندوز السيشوار سينو تقدروا ديروا شاليومو الى عندكم اولا دوزوا غير موس هكا في الجناب وتحيدوا المول ديالكم. هذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنسونيش من لي لايك والتعليق اللي ديما كيفرحني. بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم ونضرب لكم موعد الفيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى الدعم. بسلام عليكم.